الاصابات والغيابات اثرت يا كابتن اكيد. دي ممكن تكون استبعاد طبعا بعض، يعني استبعاد البعض ده برضو اكيد كان ليه، يعني كان في حاله يعني اكيد طبعا كلمتوا فيها او حصل الاصابات. فعلا عانينا منها فتره طبعا، لكن انا بشوف ان الاصابات دي ساعات بتبقى حاجات قدريه يعني أكيد. لان معظم الاصابات يعني واحد زي محمد محمود دوت يعني ما فيش حد يعني ما اتصابش مثلا حاجه بدنيه كابتن وحاجه صار اصابه. لا طبعا اصابه سعد نفس القصه بالزبط. اكيلس حمدي كان غضروف، فمعظم الحاجات مش عضليه ما بتستمرش وقت كبير، لكن الحاجات اللي فيها عمليات او كده اعتقد ان دي حاجه قدريه ما فيش ما بتبقاش خارجه عن ارادتنا. خلينا نتكلم في الجزء اللي الناس بتهتم بيه، هو الجزء الفني شويه. عمليه الروتيشن اللي انا شايف ان كان فايلر في وقت من الاوقات بيعملها بشكل اكتر من رائع. عايز اكلمك وانت تنقل لنا الصوره ان دايما ساعات وانا اتعاملت مع مدربين اجانب كتير طبعًا. ان المدرب الاجنبي عنده قايمه ما عندوش 11 لعيب، ما عندوش 11 لعيب اساسي، هو الراجل بيتعامل وده طبيعي بيتعامل بقايمه، ان انا عندي قايمه 25 30 هم دول اسلحتي، ممكن جدا اغير في اوقات معينه. الثقافه ديت والروتيشن اللي اتعمل ونقلته القصه ازاي دي للعيبه النادي الاهلي؟ هو الراجل اول ما جه يعني كان ده تفكيره بالظبط، يعني ان الراجل طالب من كل لعيبه اللي يعمل ال 100% بتاعته في التمرين وفي المباريات حتى. عمل خلق منافسه كويسه بين اللعيبه، خلى في دوافع كبيره للعيبه، المنافسه دي ساعدت الفرقه يعني لدرجه ان كل تمرين بالنسبه لنا هو تحدي وهو اثبات للعيب اللي انا احق اللي انا العب. فاعتقد كانت دي من ميزه من مميزات يعني في التمرين. انت كنت شايف الريتم عالي وكل لعيب عايز يثبت وجوده، ما فيش بقى واحد انا كده ضامن اني العب. لا الريتم كان عالي جدا جدا وكل لعيب عاوز يشارك وده حق طبيعي لاي لعيب يعني. فاعتقد ان دي من الحاجات الايجابيه اللي الراجل اشتغلها واللي الواحد اتعلمها برضو ان هي مهمه جدا يعني. لكن أنا اللي ساعده برضو وحضرتك طبعا توافقني كده، اللعيبه الشخصيات الشخصيات وثقافه لعيبه النادي الاهلي وامكانيات وقدرات لعيبه النادي الاهلي ساعد على كده. انما لو رحت حضرتك عارف انا اقصد ايه يعني. انما لو حضرتك لو اشتغل يعني اشتغل في فرقه ثانيه اعتقد بتبقى الفروق كبيره بين فهتبقى ملتزم بال 12 13 لعيب اللي هم بيلعبوا يعني. لكن اعتقد ان الكواليتي بتاعه اللعيبه بتاع النادي الاهلي ساعدته وخلت الروتيشن ناجح.